طلع على اسمها القمة رقم 27. نعم. هل هنالك أي موضوع في الدنيا عقدت له قمة على مستوى رؤساء العالم ل 27 مرة غير المناخ؟ أبدا. وقصتي مع المناخ طويلة. أول قمة عقدت كان سنة 92، ولفت نظري هذه القمة، وتحدثت فيها مع الأمين العام في الأمم المتحدة وقتها، وبنتيجة الحوار طلب مني أن أرأس فريق لاقتراح حلول لموضوع المناخ، وفعلا شكلت فريق أممي من كل دول العالم، من كل جمعيات المحاسبة الأمريكية الأوروبية الصينية كلها، وخرجنا باقتراح كان عنوانه المحاسبة على البيئة. هذا التقرير لم يرى النور، لأنه يوم اللي كان تقرر إطلاقه في الأمم المتحدة وأطلق فعلا، ولكن أقفل عليه فورا. طلب أمين العام من الأمم المتحدة مني إذا ما عندي أي مانع أن يحضر السفير الأمريكي، وأنا بدي أحط الحقائق لكي يكون أنا دائما بقول بحكي الحق ورزقي على الله. طلب عند يوم الإطلاق السفير الأمريكي أن يحضر هذا الإطلاق، وكان حاضرين ممثلين كل الدول، فنيين، ما فيش سياسيين إلا السفير الأمريكي ومعه البريطاني فقط. بعد أن عرضت تقريري قال لي أنا أنصحك أن تنسى الموضوع وتقفل ضب وراءك وخبيها، لن تسبح العاصمة. وقال العاصمة، بوقت سألته شو المقصود بالعاصمة لأنه كلامنا عم يسجل، قال لي يعني أنت بتعرف أني أقصد واشنطن. أن يمر هكذا نظام سيؤثر على صناعاتنا. هذا الكلام سنة 99، 1999، والتقرير عندي مطبوع بحرفيته كما هو. وإن كان كما أمر السفير لم يبحث ولم يطرح وأقفل عليه، والسبب واضح، أن المحاسبة على البيئة تد معناها محاسبة المسؤول عن تلوث البيئة، وفي ذلك الوقت المسؤول ولفترة طويلة كان أمريكا والدول الصناعية. الآن أيضا للأمانة المسؤول الأول هو الصين، لأن هي الاقتصاد الأكبر وتسمى مصنع العالم، فهي بالتالي الملوث الأكبر. ولذلك الصين أيضا بنفس الرأي، والصين لا تحضر اجتماعات القمة بشكل رسمي لأنها هي مطالبة في الموضوع، يعني متهمة كأمريكا والدول الصناعية الأخرى. القمم كلها 27 قمة لم ينتج عنها إلا قرارات، لم يحصل نتائج إلا أن أزمة المناخ زادت سوءا. يعني لما عقدت في سنة 92 ما كانش الجو بهذا السوء، ما كانش في بلد كامل تغطى بالمياه اسمها باكستان، ولا دولة لم تعرف الحرائق اسمها فرنسا تحرق غاباتها إلى آخره. الوضع يزداد سوءا كل يوم، والقرارات التي اتخذت كلها هي باتجاه تشجيع الدول على تخفيف الانبعاثات. ماذا يعني ذلك؟ يعني إقفال المصانع، إلا إذا عندك حل آخر. ما دام ما فيش حل آخر
عندما نقول نخفف نسبة الانبعاث يعني خفف نسبة صناعتك. أي دولة مستعدة بعد الثورة الصناعية التي هي الثورة التي أنتجت هذه المصانع مستعدة أن تخفض مصانعها إنتاجها والدول الأخرى تزيد؟ ولذلك أنا أقول أننا أنا أولا متفائل دائما بأن الحل يفرض نفسه بالنهاية.